الكرام، اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من برنامج رواد الاعمال. كما عودناكم في كل حلقه ان نستضيف رجل اعمال مميز، واليوم معنا استاذ وصاحب كافيه ان اس. مرحبا استاذ احمد، كيفك؟ نورتنا. ممكن تكلمنا اكتر عن حضرتك وكيف جات الفكره بتاعت الكافيه والتاسيس؟ امتى اسست الكافيه؟ اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، وياكم اخوكم احمد الشامسي. اسسنا الكافيه نحن في سنه 2020 في بداية جائحة كورونا في شهر 1 تحديدا، والحمد لله جتنا الفكرة لما كنا قاعدين أنا وصاحبي وفكرنا في مشروع جديد نفتحه بدل ما قاعدين في الفترة اللي كنا فاضين فيها يعني، واستغلينا الوضع وشغلنا مخنا شوي، درسنا الموضوع من هالكلام، فجتنا فكرة إن نفتح كوفي شوب. منطقة تكون حلوة وقريبة من كل مكان، في إقبال عليها. ما شاء الله. والحمد لله شفنا شيء يكون بحدود إمكانياتنا ودرسنا الموضوع، شيء في رغبة عليه، إقبال من الزباين. نعم، فجتنا فكرة الكوفي والحمد لله فتحناها. يعني شو الخدمات اللي بتقدموها بالكوفي؟ نحن نقدم الله يسلمك أكثر شيء الأطباق، المشروبات الساخنة والباردة. المشروبات الكلاسيك عندنا جميع أنواع القهوة التركية، الإسبرسو، البي 60 والكيمكس والإيروبريس والكولد برو، بالإضافة للمشروبات اللي فيها نكهات بتكون الزعفران والورد والفستق والفانيلا وال نكهات الاخرى، بالاضافه الى بعض المخبوزات مثل الكرواسون والكوكيز وبعض الحلويات يعني. ما شاء الله. ممكن تقول لنا ايه المختلف في الكافيه؟ يعني المميز ايه اللي اكتر حاجه الناس بتطلبها بالكافيه؟ اكثر شيء الناس عندنا هني شغالين على المشروبات البارده اللي هي نكهه اللي تكون سويت، نكهتها حلوه. لان القهوه طعمها شوي قوي ومر ما حد يتقبلها، يعني مش وايدين يتقبلونها، ناس معينين. بس بحكم ان المشروبات اللي فيها نكهات تكون حلوه وفيها سكر. انا شايفه ما شاء الله برضو موقع الكافيه يعني مميز جدا. نعم. حوالين كافيهات كتير وحاجات اماكن كتير. نعم ما شاء الله. طيب ممكن تقول لنا ايه حابب تعمل ايه في المستقبل اكتر بالكافيه، او ايه المخططاتك المستقبليه؟ خطه مستقبليه وعاملين دراسه من هالكلام، ان في المستقبل القريب بعد ما تحسن الوضع وزاد المبيعات مدخول وهذا، ان شاء الله نتوسع، نفتح فروع اكثر، ننتقل لامارات اخرى ومناطق اخرى، ان شاء الله نغطي اماكن اكبر. نعم ان شاء الله باذن الله. زي ما حضرتك عارف هنا الامارات بلد امن وامان طبعا، بيساعد كتير المستثمرين وفي البلد هنا ان هم يستثمروا، ده بيساعدهم اكتر ان هم يبقوا في امان ان هم يستثمروا هنا في البلد. اكيد هتنا النقطه صح نايج فيها، لان بدون امن وامان ما في اي شيء يقوم طبيعي. يعني الحمد لله الحكومة مو مقصرة، موفرين دعم، وحتى من ناحية الرسوم والخدمات اللي موفرينها في تسهيلات كبيرة حتى للمواطنين والمقيمين على حد سواء. يعني الحمد لله. حتى في الفترة الأخيرة لو تلاحظين كثير من الناس التجار والمستثمرين قاموا يجون للدولة بحكم إن شافوا البيئة مني محفزة ومشجعة على الاستثمار، وفي أمن وفي أمان، وفي عدة عوامل ساهمت فيها الشيء. نحب نوجه الشكر طبعاً بالنسبة للحكومة كلها وشكر. ان شاء الله. في الاخير نحب نشكر حضرتك، شكرا جدا للقائك معنا اليوم، نتمنى لك كل الخير والتوفيق يا رب ان شاء الله باذن الله. ممكن تقول لنا بس موقع اللوكيشن؟ المقهى مالنا ان شاء الله بيكون في منطقه الجداف في اماره دبي، بالقرب من محطه مترو الجداف. ان شاء الله. في رقم او حاجه تواصل؟ في رقم تواصل، بنعطيكم بيانات الحساب الانستغرام والواتساب والتواصل وكل شيء ان شاء الله. ان شاء الله. الى هنا تنتهي حلقتنا لهذا الاسبوع، تابعونا كل جمعه وسبت على قناتكم ABC العربيه. دمتم بخير وفي دوام الله.